من أقسام العناية الفائقة إلى أقسام الأطفال والعظام، من حقن الإبر إلى إنقاذ الأرواح وحب الإنسان والطمأنينة والثقة التي تتجلى في كل مكان وزمان. ها مهرة حبيبتي، شو هالورقة؟ هالورقة عشان فحص الأسنان في المدرسة الأسبوع القادم إن شاء الله. في المدرسة بدون أمي وأبوي أخاف. لا تخافي، أنا بكون معك. سيبقى الزمن شاهد صدق على كريم الفعال، إنجازاتكم ندونها ونفخر بها. شكراً لكل ممرض وممرضة.